لا رجوع إلى ميانمار وإلى العذاب الذي أذقتمونا إياه قبل الاعتراف بنا ومنحنا الجنسية والمواطنة الكاملة، هو ما اشترطه لاجئو الروهينجا المسلمون المتواجدون في بنغلاديش للعودة إلى أراضيهم حفاظاً على حياتهم من عمليات الانتهاك الإنساني الجائر الذي تعرضوا له سابقاً وخلف آلاف القتلى. عددهم 730 ألف شخص أجبرتهم عمليات الإبادة الجماعية بمختلف الطرق مع التعذيب والاغتصاب الجماعي على يد جيش ميانمار إلى الهروب نحو الحدود سباحة ليجدوا في منطقة كوكس بازار الحدودية جنوب شرق بنغلاديش الملاذ الوحيد الذي يضمن بقاءهم على قيد الحياة وإن كان في ظروف جد قاسية، في الوقت الذي حذر حقوقيون دوليون من مغبة الموافقة على مقترح سلطات ميانمار ببدء عمليات إعادة ترحيل اللاجئين، وهذا بعد الاجتماع الذي عقد بين السكرتير الدائم لشؤون الخارجية مين ثو و35 زعيما للروهينجا يومي السبت إلى الأحد. وسط إجراءات أمنية مشددة في المخيمات وافقوا خلاله على ترحيلهم على دفعات بداية من الخميس. لاجئون مستضعفون يخشون أن يصبحوا رقما في قائمة ضحايا المجازر الوحشية، هكذا تنظر دول العالم وهيئة الأمم المتحدة إلى هذه الأقلية، كما جاء على لسان مقررة الهيئة الخاصة بحقوق الإنسان في ميانمار يانغ لي، خاصة مع مواصلة جيش ميانمار في ممارساته الوحشية ضدهم وحتى الضغط على البلدان المستقبلة لهم من أجل الموافقة على ترحيلهم على غرار الموجودين في السعودية.